أنا ناوي ما أعملش خطية بس مش قادر، ضعيف، أعمل إيه؟ اسمع بقى كده اسمة القداس تقول كلام حلو قوي قوي. يقول إيه؟ احتمي فيه عندما يهيج عليك الإيه؟ العدو. اللي بيحصل كالآتي، إحنا في صراع رهيب، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، هذان يقاوم أحدهما الآخر. أنا نفسي ما أقعش بس لاقي نفسي وقعت. أنت نفسك ما تقعش، في حرب جديدة عليك عشان توقعك. طب أنت عاوز تنتصر، لو رحت قلت لإبليس ابعد عني مش هيبعد. قلت له يا أخي بعدين هالك، ما بيطلعش كده، فعش. وما تيجي تقول له إيه؟ تقول له لينتهرك الرب يا شيطان، دم يسوع المسيح يطهرني، سلطان لاهوته ودم يسوع المسيح المسفوك يجري إبليس. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتروح تقول له يسوع أنا في حمايتك، في حماية دمك، في حماية صليبك، في حماية جراحاتك، احتمي فيه عندما يهيج عليك الإيه؟ العدو. مين العدو ما بيهيجش عليه؟ كلنا، كبير ولا صغير، يهيج بالأفكار، يهيج بالشهوات، يهيج من جوه، يهيج من بره. بس المهم تعلم كيف تقاوم صح. أقاوم صح إزاي؟ تسلح بهذه النية. إيه النية دي؟ المسيح مات لأجلي، يعني إداني نصرته، لا دي كلمة بسيطة، إداني قيامته، لا كلمة بسيطة، إداني حياته. فأنت قائم، أنت فيك حياة، بس تسلح بهذه النية. عارف يعني تسلح بهذه النية؟ يعني خليها في قلبك، ميجيش تاني حد كله مش تقدر عليا عشان أنا يعني، لا 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 لا، بنعمة المسيح. طب إيه رأيك في الصليب؟ إيه رأيك في المسيح اللي مات لأجلي؟ يخاف، يخاف، يترعب، كفاية اللي فات، خليك في اللي جاي بقى، في الزمن اللي جاي، عيشوا حسب إرادة الله. وكفاية شهوات الصديق المدمرة اللي هي ذكرها معلمنا بطرس في كل اللي فات ده. عشان كده حط في قلبك أن الزمان الباقي أحياه لإيه؟ للمسيح. المسيح مات لأجلك، يعني عندك إمكانية نصرة على كل شيء، مش حاجة تقف قصادك، لا خطية ولا مشكلة ولا ضيقة ولا 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 أي حاجة خالص، مش حاجة تهزمك، مش حاجة تهزمك. وما بتهزم ليه؟ أقول لك بتهزم ليه؟ إنك بتصدق إنك هتتغلب فتتغلب، والشيطان بيزقر وبيخوفك وبتخاف، بيديك الطعم فبتبلعه، بيتملك على جواك عشان تقع فبتقع. لكن انت سلحت بالنية، اللي هي نمرة اتنين، تقول يا رب انا واثق انك تديني نصرة، ونصرة اللي على الصليب دي ليا، تسلحوا بهذه النية. عارف يعني ايه النية؟ النية دي عملها دانيال، تلاقوها في دانيال واحد، يقول لك اما دانيال وضع في ايه؟ قلبه الا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر ايه؟ مشروب.